أحمد موفق زيدان إخواني متطرف، لسنوات أطل على المشاهدين بتقارير وتحليلات إخبارية، لكن بوست نشره على حسابه على فيسبوك أثبت مدى ضحالته الفكرية وأسقط مصداقيته. البوست يتضمن عبارات تمجيد غير منطقية لابن تيمية، لكن بنظرة سريعة يتضح لأي قارئ أن البوست مفبرك. التعليقات ساخرة هالت على زيدان. أحمد موفق زيدان إخواني متطرف، لسنوات أطل على المشاهدين بتقارير وتحليلات إخبارية، لكن بوست نشره على حسابه على فيسبوك أثبت مدى ضحالته الفكرية وأسقط مصداقيته. البوست يتضمن عبارة